يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يطلع على الإسرائيليات؟ وكيف يوجه نهي النبي؟ الحديث الضعيف إذا شهد له غيره استشهد به، إذا شهد له غيره، أما لو لم يشهد له شواهد وانفرد هو بذلك فلا يحتج به. نعم. يقول وكيف يوجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن النظر في التوراة؟ وهل أحد قال انظروا في التوراة؟ هذا أثر مروي، ما هو هذا أثر مروي، وليس أنه هو مأخوذ من التوراة أنها أحضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ منها، إنما هذا أثر مروي مما يروى عن من قبلنا. نعم.